عيشوا لي ستريس بزاف لاننا مخلين وليداتنا كنمغامرين بصحتنا مغامرين بصحه وليداتنا، مي الحمد لله حنا دايرين الوقايه وكلشي الكمال على الله سبحانه وتعالى. علي كننصح نصيحه وحده، حنا دابا مغامرين مخلين وليداتنا، انا عندي ثلاثه صغار مخلياهم على البيع مع الله، كنطلب من الناس يساعدونا حيت كل ما بقى واحد في دارو كون على يقين هادشي غيتحد، المرضى اللي عندنا هما اللي غادي يبقاو ما غاديش يعاودوا يتزادوا، ولكن الا كانوا الناس كيخرجوا راه حنا غنبقاو في واحد غنبقاو زايدين في واحد الازمه. الحمد لله انا عندي الزوج ديالي متفهم، مي وليداتي صغار فعلا خلق لي مشكل مع وليداتي صغار، ما بقاش نقدر واخا كنشوفهم نحضنهم ولا نعنقهم ولا نشدهم، يعني كنشوفهم غير من بعيد، هذا هو المشكل اللي عندي في وليداتي. كتكون عندك هذه النسبه ديال الخوف تقريبا واحد 90%، كتكون عندك هذه النسبه ولكن انت كتوقي راسك كتحافظ على راسك وصافي. السلام عليكم، معكم سميرة فخومي انفيرميير كلينيك انوال. الشعور ديالنا اليوم شعور لا يوصف، شعور فرحة، شعور شي واحد من عائلتنا خارج ماشي مريض، ما كنحسبوهمش مرضى، كنحسبوهم عائلاتنا لاننا مخلين عائلاتنا وجايين على قبلهم باش نظهروا على الصحة ديالتهم ونكونوا معاهم بحال معاهم شي حد من عائلتهم، وكنتمنوا ان شاء الله الشفاء للجميع، جميع المرضى المسلمين، كل واحد على حساب الإصابة ديالته. على حساب كيقدر واحد يكون غير خارج تلاقى مع شي واحد ما عارفوش اصلا واش هو حامل الفيروس، وصدق حتى هو مريض ومرض عائلته، اكثريه ديال الناس كيمرضوا من الزنقه وكيجيبوها لعائلاتهم للدار، هذا علاش كنطلبوا من الناس يبقاو في الحجر الصحي في بيوتهم باش ما يعاديوش عائلاتهم، اكثريه ديال العائلات هما اللي دابا هما اللي واخدين هذا الفيروس، غيدينوا العائلات، كاين اللي الراجل جيبوا لعائلته كامله، مرا خرجات للسوق ولا شي حاجه جابتوا لوليداتها راجلها، كنتمنوا الناس يتفهموا يشوفوا هاد الناس، وكنتمنوا انهم يشدوا الحجر الصحي وبقاو عائله مجموعه مع بعضياتها باش ما يوقعش نفس المشكل اللي وقع لهاد الناس وناس اخرين، ونتمنوا الشفاء للجميع ان شاء الله. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.